ننتقلوا للدورة رقم 10. في الدورة رقم 10 رح نعملوا 11 غرزة حشو. رح نبدأ، قلنا نبدأ الدورة ب 11 غرزة حشو. واحد، نحط العلامة، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، 11 غرزة حشو. اللي بعدها رح نعمل تزايد، اثنين في نفس الغرزة. من بعد رح نعمل ثلاثة غرز حشو، واحد، اثنين، ثلاثة، تزايد ثلاثة غرز حشو. راح نكمل تزايد ثلاثة غرز حشو 6 مرات. تزايد، واحد، اثنين، ثلاثة، تزايد، واحد، اثنين، ثلاثة، تزايد، واحد، اثنين، ثلاثة، تزايد، واحد، اثنين، ثلاثة، زيدوا تزايد، واحد، اثنين، ثلاثة. بدينا بإحدى عشر غرزة حشو، عملنا تزايد ثلاثة غرز حشو، تزايد ثلاثة غرز حشو 6 مرات. من بعد رح نعمل تزايد، ورح نكمل الدورة بإثنى عشر غرزة حشو. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، إحدى عشر، وفي الأخيرة 12. وهكذا راح نكون كملنا الدورة رقم 10. وننتقل للدورة رقم 11. في الدورة رقم 11 راح نعمل 12 غرزة حشو. واحد، حطوا العلامة، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، إحدى عشر، اثنى عشر. الغرزة اللي بعدها رح نعمل تزايد، من بعد رح نعمل 4 غرز حشو. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة. من بعد رح نعمل تزايد ونزيد 4 غرز حشو.
واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة. راح نعمله تزايد 4 غرز حشو 6 مرات. تزايد، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة. تزايد، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة. راح نزيد تزايد، واحد، اثنين، ثلاثة، عفوا، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة. من بعد تزايد، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة. من بعد راح نعمل تزايد وراح نكمل الدورة ب12 غرزة حشو. تزايد، من بعد واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، 11، 12. وهنا نكونوا كملنا الدورة على رقم 11 والبيتال الصغيرة. راح نوري لكم كيفاش نغلقوا البيتال. انا مانيش هنقطعها، هنكمل معاكم حتى للدورة رقم 12 والدورة رقم 13. نوري لكم كيفاش نغلقوا. راح نعمل في الغرزة اللي بعدها منزلقة، نطلع بثلاث سلاسل ونعمل عمود في اول غرزة، والغرزة اللي بعدها راح نعمل عمود. هذه البيتال الصغيرة. راح نكمل أنا الدورة رقم 12. في الدورة رقم 12 راح نبدأ ب12 غرزة حشو. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، 11، 12. من بعد راح نعمل تزايد، من بعد عدنا 5 غرز حشو. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة. عملنا تزايد 5 غرز حشو. راح نكمل تزايد 5 غرز حشو 6 مرات. تزايد، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة. تزايد، واحد، اثنين،
ثلاثة، أربعة، خمسة. وتزايد: واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة. تزايد: واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة. رح نزيد نعمل تزايد، ورح نعمل خمسة غرز حشو: واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة. من بعد رح نعمل تزايد ونكمل الدورة بثلاثة غرزة حشو. ثلاثة غرزة حشو: تزايد، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، احدى عشر، اثنى عشر، والأخيرة ثلاثة عشر. وهكذا نكونوا كملنا الدورة رقم 12، وكملنا البيتال المتوسطة. راح نعاود نوريلكم كيفاش نغلقها. قلنا في الغرزة اللي بعدها راح نعمل منزلقة، وراح نطلع بثلاث سلاسل، ونعمل عمود في أول غرزة، ونزيد عمود في الغرزة اللي بعدها. وهكذا كونوا كملنا البيتال المتوسطة. أنا راح نكمل الدورة رقم 13 ونشوفوا البيتال الكبيرة مع بعضنا. في الدورة رقم 13 راح نبدأ ب13 غرزة حشو: واحد، اثنين، العلامة في أول غرزة، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، إحدى عشر، اثنى عشر، ثلاثة عشر. الغرزة اللي بعدها رح نعمل تزايد، من بعد رح نعمل ستة غرز حشو: واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة. من بعد رح نعمل تزايد ستة غرز حشو، نعمل هذه العملية ست مرات. تزايد: واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة. تزايد: واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة. تزايد: واحد، اثنين، ثلاثة،
أربعة، خمسة، ستة. تزايد: واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة. تزايد: واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة. في الأخير رح نعمل تزايد ونكمل الدورة بـ13 غرزة حشو. تزايد: من بعد واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، إحدى عشر، اثنى عشر، والأخيرة 13. هكذا كملنا الدورة رقم 13، وكملنا البيتال الكبيرة. رح نغلقها ونشوفوها مع بعض. قلنا نعمل منزلقة في الغرزة اللي بعدها، نطلع بثلاث سلاسل، واحد، اثنين، ثلاثة، نعمل عمود في أول غرزة، نزيد عمود في الغرزة اللي بعدها، وهكذا نكونوا كملنا البيتال. نعمل عقدة النهاية. أنا راح نطلع بسلسلة ونسحب ونقطع الخيط. هذه السلسلة هي راح تكون عقدة النهاية. وهكذا نكونوا كملنا بيتال الكبيرة. كان هذا كل شيء فيما يخص البيتال. في الفيديو الجاي إن شاء الله راح نتعلموا صنع الأوراق والجزء السفلي للوردة. من بعد راح نشوفوا تركيب الوردة النهائي بمختلف الأحجام. إذا عجبكم الفيديو ديروا جيم واشتركوا في القناة، وخلوا لي تعليقاتكم وأسئلتكم وأنا راح نجاوب على كامل استفساراتكم. وما تنسوش دعمكم ليا مهم جدا لاستمرار القناة. وفي الأخير ما بقى لي غير نقول لكم نتلقاو في الفيديو الجاي بإذن الله. مع السلامة.